رجل البيئة الأول، الرجل الذي كانت قراراته تصب في خير الأجيال القادمة قبل أن يعرف العالم الاستدامة، قدم مبادرات بيئية خلاقة لا يزال حتى اليوم ملهماً لحماة البيئة حول العالم. زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه هو من زرع بيده الشجر، حفر الآبار بيده من أجل الشجر، أمر بتغيير مسارات طرق كاملة من أجل الشجر. وعندما خلد أبناؤه في أحد الأعوام مبدأ تسامحه، كان الرمز أحد أنواع الشجر. في شهر يوليو الماضي غلت مياه الأرض أكثر من كل التوقعات، وبدأت الفيضانات تهددنا، وارتفاع درجة حرارة الأرض التي أصبحت أعلى بنسبة درجة ونصف الدرجة المئوية. باختصار، كسر شهر يونيو الماضي الأرقام القياسية للاحترار العالمي على مدى أكثر من 120 ألف عام. فهل تتصورون ما ستؤول إليه الأرض إذا لم يرتدع الإنسان؟ ومن أجل هذا السؤال تجمع الإمارات اليوم في قمة الأرض مؤتمر الأطراف المناخي كوب 28 في نوفمبر المقبل.